بص السحلب ده سهل خالص، ولا محتاج طحن ولا محتاج اي حاجه. انا بجيب دقيق رز، هو بس لو ما عنديش دقيق رز بطحن كوبايه رز خلاص. فعندي هنا كوبايه دقيق رز، ومش عايزه اي مطحنه ولا حاجه، كوبايه لبن بودره، كوبايه سكر بودره، نص كوبايه من النشا، معلقه من الفانيليا صغيره. وانا كده عملت السحلب، ونفس الحكايه السحلب بقى بنعمله باللبن. احنا طبعا في ناس بتعمل الحلوه المطحونه برضو او الحلوه المحوجه دي باللبن، بس احنا واخدين ان احنا بنعملها من غير لبن، يعني بنعملها كده ساده بميه. بس هو اللي عايز يعملها باللبن براحته، يعني بدل ما يحط لبن ميه يحط لبن وميه يحط لبن، بس اللي يريحكم بقى اعملوها بطريقه تريحكم. هنا بقى هناخد ايه؟ مثلا هعمل 3 كوبايات برضو، فهياخد 3 كوبايات دي بقى بنعمل فيها ايه؟ ناخد كوبايات كده اللبن، يا احلى حاجه تبقى اللبن ساده، واحط عليها بس على طول بقى ايه؟ عشان هتقلبي اما هتدوبيهم لوحدهم. 3 كوبايات من السحلب، واحط التحليه. عايز تحلي بسكر، عايز تحلي بعسل، اللي يريحك. ممكن نحليها بعسل، بس قلبي على طول كده. لو اللبن سخن منك لازم تدوبي السحلب اللي احنا عملناه ده في ميه او في لبن لوحده، زي بعمل في المهلبيه كده. تمام. هنا بقى عايزه احط برده مثلا شويه سمسم، برده بيبقى حلو قوي فيها، شويه جوز هند، شويه زبيب سوداني، اللي يريحكم. واقلب لغايه ما يغلي بس كده. يبقى ايه وانا بقلب كده السحلب بقى؟ هو كده، هو السحلب كده، تفضلي لغايه ما يغلي تقلبي، ما تركنيش فيه. لان انا عملته ازاي؟ كوبايه دقيق رز، كوبايه لبن بودره، نص كوبايه من النشا، لبن بودره وسكر بودره ودقيق رز، ده كلها كوبايات لبن بودره سكر بودره ودقيق رز ونص كوبايه من النشا وفانيليا بس. وبعدين احط سكر تذكير انا عايزاها، عشان هو فيه سكر فحطيت عسل، او عايز تزودي سكر برده مفيش اي مشكله. واحط اللبن على النار، عايزه احطه معاها وافضل اقلب كده، لا انا مش عايزه اعمل كده، احط اللبن يبقى سخن، يبقى ادوب السحلب في شويه لبن او شويه ميه، واحطها تغلي زي المهلبيه وخلصت.